وفي خضم جميع هذه الأحداث، طرح موقع بوليتيكو تساؤلات ربما تكلم بها لسان حال حزب الله. لماذا لا ترسل إيران قواتها إلى لبنان، خاصة أن حزب الله يعتبر جوهرة التاج في شبكة الوكلاء التي عملت طهران على تنميتها منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين بحسب تعبير الموقع، لتسارع لاحقا السلطات الإيرانية إلى توضيح أنها لا تنوي الاستجابة لهذه الدعوات، حين أعلن المتحدث باسم وزارة خارجيتها أن طهران لن ترسل قوات تطوعية إلى لبنان، موضحا أن حزب الله لديه القدرة على الدفاع عن نفسه. إذن ينضم إلينا من عمان الدكتور نبيل العتوم، رئيس برنامج الدراسات الإقليمية في مركز الشرق الأوسط للدراسات. أهلا بك معنا دكتور نبيل. إذن إسرائيل تستهدف، بل استهدفت شخصيات بارزين في الحزب، آخرهم وفيق صفا الذي ما يزال مصيره مجهولا، في حين بالمقابل المفارقة أن قآني الذي أيضا هو كما يقال أنه يخضع للتحقيق بتهم تخابر وتجسس، ربما فيما يتعلق بما يجري الآن من استهدافات واغتيالات، كيف تفسر ذلك؟ مساء الخير ست لينا. يعني أنت تعلمين أنه هنالك اختراقات كبيرة كما تفضلتي في مؤسسات الدولة الإيرانية وليس في الحرس الثوري الإيراني. في فترة سابقة تم تجنيد حتى وصلت الأمور إلى نائب وزير الدفاع الإيراني، وطبعا هذه الشخصية تم إعدامها فيما بعد، وطبعا هذا بيثير كثير من التساؤلات حول حجم الاختراق أجهزة الاستخبارات لمؤسسات الدولة وبالذات مؤسسات الثورة. في فترات سابقة استطاعت من خلال عمليات الاختراق تنفيذ عمليات نوعية داخل العمق الإيراني عبر اغتيال 10 من العلماء النوويين الإيرانيين، وكان آخرهم محسن فخريزادة في قلب العاصمة طهران، سرقة الأرشيف النووي الإيراني، بالإضافة إلى عمليات أخرى نوعية وصلت إلى حد اختطاف عدد من ضباط المخابرات الإيرانية من جانب خلية أمنية استخبارية تتبع للموساد الإسرائيلي بالتعاون مع أيضا ضباط من المخابرات الإيرانية والتحقيق معهم. وربما هذا بيعطينا حجم الاختراق الذي وصلت إليه الأمور، خاصة مع وجود كثير من المؤشرات التي تشير إلى وصول عمليات الاختراق إلى شخصيات نوعية. بدأت التكهنات حول مصير إسماعيل قآني عبر غيابه عن مناسبات عديدة، كان آخرها تقليد عدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني حاجي زادة قائد السلاح الصاروخي، على اعتبار أنه كان هو قائد لهذا السلاح المهم بالنسبة لإيران اللي استهدف الجانب الإسرائيلي. الآن هنالك حالة من الإرباك وحالة من الغموض وحالة من التضارب لنا في المعلومات اللي تيجي من طهران حول مصير إسماعيل قآني. جزء منها يتحدث على أنه هذا الشخص كان مشغول ولا زال مشغول بمهام سرية تمنعه عن التواصل والظهور للعلن، بالإضافة إلى الخشية والأمن الشخصي والخشية من عملية الاغتيال من جانب الموساد الإسرائيلي. وظهرت فرضية أخرى عبر ما يسمى بتعديل في مهام فيلق القدس عبر إعادة هيكلته نتيجة لحالات الاختراق غير المسبوقة التي وصلت إليها الأمور. لكن المثير والملفت أنه عمليات الاغتيال النوعية التي تمت في لبنان، وبالذات عندما استهدفت حسن نصر الله وقبله فؤاد شكر رئيس أركان حزب الله اللبناني وعدد من الشخصيات المهمة وقادة لأفرع أجهزة متعددة موجودة داخل حزب الله اللبناني، أثار كثير من علامات الاستفهام. لأنه عملية اختراق حزب الله اللبناني صحيح أنها واردة من خلال ربما عوامل عديدة من ضمنها الحركة ما بين لبنان وسوريا لحزب الله اللبناني ومناطق عديدة من الحريق الإقليمي سمحت بتوفير معلومات، لكن لم تصل إلى هذه المرحلة، خصوصا شخصيات مهمة تحركاتهم أماكن تواجدهم بالفعل دكتور نبيل. لأنه هنا وآخر هذه الشخصيات نتحدث عن وفيق صفا الذي يوصف يعني بالشخصية الاستثنائية خصوصا على الصعيد الأمني، و له دور ربما فعال في التدخل في الأطراف الداخلية وحتى بالمفاوضات بين الأطراف الداخلية، بالتالي استهدافه بهذه الطريقة هل هذا يفسر حجم الاختراق ربما القادم، وهل أيضا هو بسبب هذا الاختراق؟
صحيح، يعني بيفسر عملية الاختراق وعمليات اختراق أخرى. الآن وأكبر مثال على ذلك لينا عندما تم اغتيال حسن نصر الله، تم نقل مرشد الثورة الإيرانية كما ذكرت وكالة رويترز إلى مكان آمن. معناه هذا أنه اللي بيصل لحسن نصر الله يستطيع الوصول إلى شخص المرشد علي خامنئي، الشخصية الأولى في النظام الإيراني، الوصول إلى إسماعيل هنية بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. ويعني عملية الاغتيال كانت مثيرة وأثارت كثير من التساؤلات، خاصة مع وجود أطراف داخلية من جانب الباستران الحرس الثوري الإيراني وجهاز الاستخبارات التابع له المعني بحماية، وحتى الجهاز المعني بحماية الشخصيات التي تقوم بزيارة إيران، أثار كثير من التساؤلات عن كيفية الوصول وتحديد أماكن هؤلاء الشخصيات. طبعا برنامج التحركات بالنسبة لهم، إدخال المتفجرات وغيرها من هذه الجوانب. طبعا وفيق صفا هو شخصية غامضة لديه مهام مهمة، هو كان يعتبر ما يسمى بوزير دفاع حزب الله اللبناني من ناحية لنا، ومن ناحية أخرى لديه مهام مهمة فيما يتعلق بتهريب السلاح والمخدرات وعمليات غسيل الأموال وعمليات الارتباط ما بين إيران وأذرعها الموجودة عبر الحريق الإقليمي، وبالتالي كان شخصية عابرة للحدود ولا أحد يعلم عن دور هذه الشخصية. وبالتالي أنا أعتقد أن هنالك نخب معينة من الصف الأول في الحرس الثوري الإيراني التي وفرت مثل هكذا معلومات. صحيح أنه في هنالك دور للذكاء الاصطناعي، هنالك أيضا دور مهم للاستطلاع والمسح الفضائي، هنالك دور للاستخبارات البشرية عبر تجنيد العملاء سواء من حزب الله، من الحرس الثوري، من وزارة المخابرات والاطلاعات. أنت استمعتي في وقت سابق إلى حديث أحمد نجاد عندما قال أنه مسؤول مكافحة التجسس في وزارة الاطلاعات أو المخابرات الإيرانية طلع اللي هو عميل للموساد الإسرائيلي. صحيح. بالإضافة إلى وجود 21 ضابط من كبار ضباط أيضا وزارة المخابرات، حتى وصلت الأمور مش فقط إلى سرقة الأرشيف النووي الإيراني بل أيضا إلى سرقة الأرشيف الخاص بالبرنامج الفضائي الإيراني اللي هو عبارة عن غطاء لمحاولة إجراء تجارب للصواريخ بعيدة المدى. حزب الله كما تصفه أو يصفه موقع بوليتيكو بدرة التاج بالنسبة لطهران، بالتالي دكتور نبيل لماذا تخلت عنهم إيران إذن وتركتهم يواجهون مصيرهم لوحدهم أمام إسرائيل؟ شوفي لينا، أنا دائما عندي يعني خليني أسميه تعليق على ما يسمى بدرة التاج. الإيرانيين بقوميتهم وبعصبيتهم لا يضعون أي تنظيم من المصدات، خاصة إذا كان هذا التنظيم هو عربي، على تاج أو على رأس الدولة الإيرانية والثورة الإيرانية. هو أحد الوكلاء أو أحد الأذرع أو أحد المخالب، لكن هذا المخالب هو رأس الحربة في المشروع الإيراني. خاصة إحنا اليوم نتحدث لنا في نقطة مهمة، عندما تم اغتيال قاسم سليماني في يناير من العام 2020 خسر الحرس الثوري وخسرت الدولة الإيرانية الكثير بحكم هذه الكاريزما التي كانت تمسك من خلال سلطتها ومن خلال نفوذها ومن خلال خبرتها بأدوات إيران الموجودة عبر الحريق الإقليمي. الآن بعد ذلك تم تعيين إسماعيل قاآني، كان يطلق عليه الجنرال الشامي بمعنى أنه ليس له تخصص إلا فقط في سوريا وليس له علاقة بدور إيران بالأزمات الأخرى خصوصا في العراق وفي اليمن وفي عدد من المناطق، وهذا أحدث إشكالية خاصة من جانب بعض ضباط الحرس الثوري الإيراني اللي كانوا يرون أنفسهم أنهم المؤهلين لتقلد هذا الموقع. الآن تم لحد من هذا القصور اللي حدث تم نقل كثير من الصلاحيات والمهام إلى حزب الله اللبناني، وبالتالي حزب الله اللبناني لم يعد فقط رأس الحربة في المشروع الإيراني بل كان هو ينسق ويدير وكلاء إيران وأذرعها الموجودة في المنطقة، ليس فقط في من خلال لبنان بل أيضا في سوريا وفي العراق وفي اليمن. وعندما كان يأتي أي شخص أو أي جهة أو أي تنظيم يطلب المشورة والمساعدة من طهران كانوا يقول له اذهب إلى حزب الله اللبناني ومنشوف إيش هو بيقرر، وعلى ضوء ذلك نحن نتخذ الإجراءات المناسبة فيما تريد. في واقع الأمر الآن القضاء أو تفكيك حزب الله اللبناني بعد عمليات اغتيال ممنهجة عبر اغتيال أكثر من 534 شخص من هذه القيادات من الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، ينبئ على أنه هنالك استراتيجية من الجانب الإسرائيلي ليس ضمن استراتيجية جز العشب كما حدث بالنسبة لحركة حماس
في قطاع غزة، بل أيضا اجتثاث الجذور. انتقلت إسرائيل إلى هذه الاستراتيجية الجديدة في محاولة لتدمير حزب الله اللبناني وبنيته. هذا سوف يشكل تحدي كبير بالنسبة للمشروع الإيراني. دكتور نبيل، يعني أنت تتحدث عن هذه العلاقة بين حزب الله وطهران أو إيران، بالتالي لماذا لا ترسل طهران دعما إذن لحزب الله على الصعيد اللوجستي أو حتى على صعيد القوات لمساعدة حزب الله؟ وأن البرلمان الإيراني، يعني نشير هنا أنه كان صرح أيضا قبل ذلك بأنه لن نبحث حتى إرسال دعم سواء على مستوى القوات أو غيره. يعني هذا بيعكس رغبة إيران في تجنب التصعيد الكبير، وقد يقود إلى مواجهة شاملة، ومن الممكن أن يؤدي إلى انجرار إيران إلى معركة مباشرة مع الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. إضافة لنا، علينا أن ننتبه أنه إيران كما قال حتى محمد جواد ظريف عندما سئل لماذا لا ترسلون أو تدعمون أو تقومون بمواجهة العدو الإسرائيلي ودعم الشعب الفلسطيني على أساس أن الدستور الإيراني يتحدث عن الدفاع عن المستضعفين. صحيح أن الدستور الإيراني ينص عن الدفاع عن المستضعفين، لكن ليس الحرب نيابة عنهم، بمعنى أنه هؤلاء يبقون في نهاية المطاف، هم الخنادق، هم المصدات للدفاع عن المشروع الإيراني وللدفاع عن المجال الحيوي الإيراني. وبالتالي إيران سوف تقاتل حتى آخر عراقي وحتى آخر لبناني وحتى آخر فلسطيني وحتى آخر سوري، ولن تدخل في أي حروب مباشرة لأي طرف كان، لأنه هذه الأذرع وهذه الميليشيات تعتبر يعني من الشيعة من الدرجة الثانية بالنسبة للإيرانيين، وهم عبارة عن قرابين لحماية المشروع الإيراني في نهاية المطاف. دكتور نبيل العتوم، رئيس برنامج الدراسات الإقليمية في مركز الشرق الأوسط للدراسات، شكرا جزيلا لك.